مين بده ياكل كستانه من أنا تعو. اوه بلا أميرة، خلينا نلعب. وأنا كمان بدي ألعب. ما شاء الله شو حلوين. الله يخليهم. زديلي أنا كمان. أنا كمان. خلينا نقول لشهرزاد تخلي كنان عنك اليوم. أمرك يا ناهدة. جورجيت أعطيني إياها. أكيد ما بتردنا أي طلب. بتخليه. عليها شوي. أيوة. شو بكون؟ بكفي. أوه يا الله شو السرعة هي. اي ناقصني اميره شهرزاد خانم بتروح تتسيرن هون وهون نحن نبتلي بابنا ونتحمل غلاصته. انا بدي زدت لك اياها. الاولاد عم يلعبوا، شو بدها فيهم؟ نفسي اعرف شو اللي قاهرها. امسكي لك كنان، شفت شو سويت؟ فتون. يعني ما انك شايفني حامله صحن؟ حدا بيلعب بالطابه بالبيت؟ لا ما انا بدي ماما، انا بدي اروح لعند ماما. لا وبيحرد كمان. اسكت اسكت، منيح اللي ما ضربتك. كنان تعال يا جدو تعال. ما كان ناقصني غير انت. تعال يا عمري. انتبهي يا مرت عمي، الارض كلها ازاز هون. انت شلون بتسمحي لحالك تصرخي على كنان يا ست فتون؟ طيب ما شفتي شو عمل؟ يعني هو بيسترجي يعمل هيك ببيتهم؟ خلص حبيبي خلص. انت شلون تسمحي لحالك تصرخي على كنان يا فتون؟ شلون بتعملي هيك؟ واذا صرخت عليه شو فيها؟ ما هي مرت انت عمو. سكر لي تمك، هاي آخر مرة بسمح لك تخانقيه. وإذا شي مرة عرفت إنك عتية يا فتون بتشوفي وقتها. كنان ولا يهمك يا حبيبي، بسيطة. قومي يلا قومي. تركني. خلص حبيبي بكفي، مرت عمك ما بتقصد إنه تصرخ عليك. ماشي. لا تبكي لا تبكي حبيبي. خلص يا عمري خلص.